تحضر أصاب الوثنيين بالجنون. تجذرت الخمرة في النفوس حتى جعلوا لمجالسها أساليب وفنونا، فهناك الساقي الذي يسكب الراح، وهناك الأقداح التي وضعوا لها أسماء وأشكالا، أوعية من اليقطين والقرع يسمونها الدباء، ومن جذوع النخل المنقورة يسمونها النقير، ومن الطين يسمونها الحنتم، وأوعية مطلية بالزفت تسمى المزفت، أو يطلونها بالقار فيسمونها المقير. كل ذلك من أجل لحظات نشوة سرعان ما ينتكس المرء بعدها فيشتم نديمه وربما ضربه. أما العنصرية والتفاخر فأول ضيوف السكر. الخمر إذا دخلت من الباب فرت العقول والرجولة من النوافذ، مرض يتدرج الإسلام في علاجه تدرجا ضروريا. تصفه عائشة رضي الله عنها بقولها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد مدة، وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذا به يقول لصحابته: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. كانت المدينة تعيش حالة رقي تشريعي وحالة وئام وطني رغم الحصار الوثني، وطن زادته الزكاة روعة حين حدد صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة، وهي الذهب والفضة والخارج من الأرض والإبل والغنم والبقر. حددها صلى الله عليه وسلم لعلاج الفقر، ما هي برأس مالية يتغول فيها الأغنياء ورجال الأعمال فيطحن الفقراء، ولا بشيوعية تسيطر فيها الدولة على كل شيء فيعيش المواطنون فيها داخل ستار حديدي بلا أفق أو حرية أو حلم. قدم صلى الله عليه وسلم بالوحي دولة تحترم حلم الإنسان وحريته في أن يملك ما يشاء، لكن لفقراء وطنه حقا في ماله، وإلا تحولوا إلى كارثة على التاجر والحاكم معا. ثم نزل حكم يردع من يرفض أداء الزكاة: من حق الدولة مصادرة نصف ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لأسرته بالزكاة، فقال: لا يحل لآل محمد منه شيء. إنجازات خففت الحصار وألف الله بها القلوب، لكنها أصابت قريشا بالجنون، فأعدت جيشا ضخما لتمحو به دولة الإسلام المتحضرة.